اهلا وسهلا بكل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني معاكم رضوى جلال وحلقه من الحلقات المميزه اللي دايما العرايس بتحبها. النهارده هوريكم شويه اختيارات خاصه بشهر العسل او ما يسمى بالهانيمون او للزواج. انا بقترح على كل عروسه انه يكون من ضمن جدول اختياراتها الاولانيه شوية القطع دي شوية قطع من شي ان. هتلاقيها تنوع غريب، يعني انتي مش هتتخيلي ان انا القطع دي تبقى في جدول ملابسك لانها مختلفة عن العادي، يعني دي قطع غير عادية. لو حابين نعمل حلقة بقى للقطع العادية اللي لازم تكون عندك، دي نعمل لها حلقة خاصة تانية. بس قبل كل حاجة، لو انتم مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا ونفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده. وطبعا انتوا هتسألوا على الفستان اللي انا لابساه اوريدي، ده برضو من شي ان بس هينزل على القناة التانية اللي هي حجاب ستايل باي رضوى جلال، هتلاقوه في صندوق الوصف. دي بتبقى قناة خاصة بس بملابس المحجبات والتنسيقات، هي قناة مستقلة تانية ليا، يا ريت تتابعوها وتشتركوا فيها. ويلا بينا نشوف. طيب اول قطعة ده فستان، اوكي ده شفته في شي ان، طبعا هتلاقوه تحت في الصندوق. هقول لكم انا ليه الاختيارات دي. ده فستان قصير، تمام، هلبسه دلوقتي هتشوفوا على المانيكان. حجم الصدر اسمه حاجة اسمها عش نملة او عش، او في ناس قالت لنا ايه عش النحلة، اكتشفت ان الكلمة دي كل دولة مسمينها اسم. هو بصراحة انا كنت متخيلة انه قطن، بس هو مش قطن، هو خامة صناعية زي بولي استر كده، بس يعني هو فن، يعني انت مش هتلبسيه تنامي فيه، ده بيبقى للصبح. عسول انه قصير. بصوا انا بس عايزة اوريكم مفيش ست، يعني دي قاعدة كده كعروسة، مفيش ست الجزء ده تمام في جسمها مش بيبقى حلو. صدرك صغير، صدرك كبير، البسي اللي هو الكشكشة دي، تمام. صدرك صغير هتلبسي تحتيه بوش اب او سوفت، يعني برا مبطن، تمام. صدرك كبير مش شرط تلبسيه، هو كده كده ده بيعمل البتاع، او برا عادي بسيط يعني. وطبعا ان هو قصير ومنفوش كده، حتى لو انت عندك المنطقه، هبعت لكم كاميرا تشوفوه على، حتى لو انت عندك المنطقه اللي هي تحت مليانه، يعني عندك الاوراك عاليه، مفيش مشكله خالص تلبسي الستايل ده. بالعكس هو طول ما هو من هنا كده يعني نازل دور 2 3 شويه بيداري الجزء ده وبيديه شكل فيمينين حتى لو رجلك ضخمه. والقصه دي بقى ده ينزل كده تنزليه بقى كده، فاهمه، ترفعيه كده عسول. بس انا عندي نصيحه واحده في الموديل ده، تجيبي مقاس اكبر من مقاسك، او يعني مقاسك ما تجيبيش اصغر. يعني مثلا انا بلبس لارج، انا في ذكائي في ده جبته ميديوم، اكتشفت انه ميديوم بالذات على الطويله والعريضه مش هيبقى احلى حاجه، يعني لو في سنه توسع، لان ده ضيق قوي. هي هتلاقي طبعا موديلات كتير جدا، يعني انت مجرد هتفتحي اي لينك من لينكات القطع اللي انا وريتها لك دي هتلاقي شبهها. هو شي ان بشكل الكتروني بيقترح، وانا بصراحه شايفه شي ان للبيت والعرايس والحاجات دي بيرفكت. الخروج في حاجه، الخروج في قطع معينه حلوه اللي انا طبعا هوريها لك، لكن البيت في الاغلب 90% حلو. شوفي الريفيوز وشوفي الديسكريبشن. ده انا شايفاه انك تلبسيه الصبح وانتوا بتعملي فطار، تمام، هيبقى عسول جدا في شهر العسل. انتوا ما عندكمش اطفال ولا اي حاجه، انجوي اللبس القصير، انجوي اللبس المفتوح، لسه جسمك جميل، يعني مش من الاول هنلبس حاجات طويله وبكم وكده. يعني هوريكي بس قطعة بكم وطويلة هقول لك دي ليه، بس يعني البسي برضو حاجة كده، لان الحاجات دي في الاول بصراحة ليها. تاني قطعة وهي بيجامة، بيجامة عادية جدا، بس قد ايه يعني، انا بصراحة ما بحبش البيجامات، بس الاول مرة الاقي بيجامة كيوت، يعني البيجامة دي اولا النقط، بجد النقط من اكتر الحاجات العسولة اللي لازم تجيبيها في شهر العسل. القطع المنقطة او اللي فيها نقط، سواء ابيض في اسود، بس ابيض في اسود ادم شويه، يعني هاتي اي شيء منقط لونين في بعض، اصفر فاتح حسب لون بشرتك، لبني فاتح، روز طبعا، اللون ده اللي هو روز مديه شويه على اول درجه من الدفى. بصراحه هو ده الشكل لون. انا عجبني ان هي كروبت، كروبت يعني مقصوصه، تمام، والبنطلون من تحت ممسوك. البنطلون اللي من تحت ممسوك في البيجامات بيعطي انوثه يعني فظيعه. البنطلون اللي نازل كده بصراحه ساعات ما بيظبطش، لان يعني ده بيدي احساس اللي هو البانتس، سويت بانتس اللي هي البنطلونات شبه البنطلونات الرياضيه، فبيدي انسيابيه لرجلك اشيك بكتير من البنطلون المفتوح. النقطه الوحيده بس، انت لو بطنك عاليه قوي يفضل ما تلبسيش الطقم ده، لكن لو بطنك وسط لقليله ده عليكي عسول جدا. البنات الرفيعه ده عليهم ملوش حل، يعني انا شفته، يعني انا هحط لكم صورته لان هو تعتبر محتشم شويه، اهي الصوره، تمام. هو يعتبر محتشم بصراحه، البيجامه دي
يعني فعلا من احلى البيجامات اللي شفتها على شيئين، وحاسه انها مناسبه جدا لعروسه هتلبسيها امتى؟ هتلبسيها قبل النوم بساعه ساعتين، يعني انت مش هتلبسيها الصبح بقى كله تقعدي بقى بالبيجامه وتنامي لي بيها وتصحي لي بيها، لا انت بتلبسيها ساعه ساعتين اللي هو قبل النوم، يعني ما تلبسيش في الوقت اللي هو طول اليوم قاعده ببيجامه، فاهمين؟ ساعتين ثلاثه قبل النوم كده، وبعدين طبعا بتلبسي لونجري قبل النوم على طول. القطعه الثالثه اللي انا حابه برضو اقترحها على العرايس في شهر العسل، طبعا اللون ده اللي هو لون الفستان ده، او يعتبر يعني هو فستان مش قميص نوم، الفستان ده يعتبر لونه شويه انسب للبنات السمراء او القمحيه، تمام؟ انا جايباه يعني انا هدي هديه العروسه، هو اصلا مش مقاسي، ده ميديوم. طبعا من اغبى الحاجات انك تجيبي اي حاجه ستان ضيقه، يعني مثلا انا في العادي الاقطان ممكن اجيبها ميديوم، تمام؟ الحاجات اللي غير اقطان ممكن اجيب لها لارج او اكس لارج، لا انت في الستانات اللي هي لما هما بيبقوا كاتبين حتى في شيء دايما ان هي الحاجات مش بتمص، بيبقى مكتوب في الديسكريبشن. شوفي حتى الموديل اللي هي مقاسها اصلا 38 ما دخلش فيها، فده بقى بالذات جيبي كبير جدا، مش لازم نفس الموديل نفسه، انت مجرد هتفتحيه هيطلع لك. انا بقترح عليكي تجيبي لك قطعتين او ثلاثه في ساتين ستان اللي هي بتبقى يعني ايه زي لتحت كده شويه ومفتوحه من جنب واحد ومقصوص قصه وسط، يعني فستان اقرب منه فستان مش قميص نوم. ليه؟ هتقولي لي عشان حبيبتي فكره العشاء الرومانسي انك تعملي شعرك ترفعيه لفوق وتلبسي ده وتعملي عشاء، لو ما عملتيهوش في شهر عسل انت عمرك ما هتعملي فكره العشاء الرومانسي دي، فجربي في شهر العسل بحيث لما تيجي مناسبات تبقي عرفتي ازاي بيتعمل. يعني لو احنا في شهر العسل ما عملناش عشاء رومانسي امال هنعمله امتى؟ فانا شايفه ان الفستان الستان السيمبل اللي هو اللي زي كده بيبقى الحملات بتبقى رفيعه وكده وعسوله، مفيش واحده في ست يعني، ده لو جه مقاسك ان شاء الله، بس هاتي مقاس كبير قوي يعني ده لارج اكس لارج او كده، افتحي بقى يعني ممكن الرابط ده ما يناسبش غير رفيعين، في منه اشكال مناسبه للبنات الامله. جيبي لك بقى لون، لو انت بيضه هاتي لك لون بقى احمر اخضر الوان برايت، لو انت اللون القحطاني او اللي هو اللون لو لونك اللي هو اللون الحنطي او اللي هو اللون اللي مدي على اسمر شويه، الالوان اللي هي زي دي ودرجات الذهبي بتبقى القطعه دي هتضحكوا جدا، ده فستان قطن، تمام؟ بسيط جدا، تحسه كده انه اشبه بالجلابيه، هو مريح يعني. الغريبه بقى ان فستان القطن ده لقيته على شيء ان هو بس عايز يتكوي، ومتباع تقريبا كل الستات بقى في الحاله اللي انا هحكي لكم عليها دلوقتي، تقريبا كل الستات ايه عندهم مشكله، ده بيبقى تحت الركبه، تمام؟ بيبقى يعني هنا في زي كشكشه، بصراحه هي ده ستايل قديم شويه بس في هو عملي، بس في حاجات بتبقى مور يعني مودرن عن كده، بس انا هضحكوا. انت هاتي بقى فستان قطن نص كم ولحد تحت الركبه، حبيبتي ده تلبسيه وانت زعلانه منه، يعني انت لازم يكون ليكي كده فستانين في دولابك، انت مجرد بتلبسي الفستان ده دي رساله غير مباشره، انا متضايقه او انا زعلانه منك، ده اسمه فستان انا زعلانه، ليه؟ انت بتلبسيه بتوصلي له رساله انا متضايقه، فانا بما اني اتضايقت انت مش لابسه لبس وحش، بس لابسه لبس اللي هو ايه عملي شويه ويعني مقفول سنه، فاهمه؟ مش مقفول قوي برضو، بس ايه اللي هو انا ست رقيقه بس زعلانه، يعني عارفين الفكره؟ فده لازم يبقى عندك حبيبتي في دولابك فستانين اسمهم انا زعلانه، فستان انا زعلانه عشان توصلي له رساله ان انت متضايقه منه. انا شايفه ان الفستان ده انا زعلانه بامتياز، انا مجرد شفته حسيته مناسب جدا للمهمه دي، هتلاقي بقى دوسي عليه هتلاقي شبهه كتير، بيبقى قطن مريح بقى عشان تعيطي براحتك، لو عايزه تعيطي عايزه تخشي حمام تعيطي لك شويه، فستان انا زعلانه بيبقى رائع للعروسه، برده في شهر العسل هتزعلي لك مره مرتين ده اكيد ما تقلقيش. وبقى القطع بقى اللي عمر ما حد هيقترحها عليكم، اوكي؟ دي بقى المفاجاه بتاعت الحلقه، دي القطع اللي عمر ما حد هيقترحها عليكم ابدا ابدا في فيديوهات العروس، ولا عروسه بتروح تجيبها الا لو هي اوريدي بتروح جيم، تمام؟ اوكي؟ اللي هي ملابس الجيمات، انت والله هتخسري نص عمرك لو ما لبستيش حبيبتي لبس الجيم في البيت في شهر العسل، لان يا حبيبتي انت مش هتشوفي جسم الجيم ده بعد العيال غير لو انت طبعا يعني من الناس اللي عندها يعني جهات كده في انها تظبط جسمها، بس في العادي الستات يعني احلى جسم ليكي طبيعي بيبقى في اول الجواز، فاذا ما لبستيش لبس جيم يا ماما اول الجواز عمرك ما هتلبسيه. فحبيبتي ده اكتر يعني اطقم الرجاله زي ما سوري يعني على الانستجرام بيبقوا عاملين فولو لكل الستات اللي لابسه اللبس ده، تمام؟ انت قلبي في موبايل جوزك كده اذا ما لقيتيش صورتين ثلاثه من اللبس ده يبقوا لي ان انا غلطانه.
ده بيجي اوكي. طبعا مش لازم تجيبي اللي انا جايباه ده بالظبط، لانه شويه الطقم ده يعتبر ممكن يكون غالي على البعض، او بيكون اللون فاتح شويه. الالوان الفاتحه مناسبه للبنات اللي جسمها من وسط لصغير، والالوان الغامقه هتناسب البنات اللي جسمها يعني يعتبر كبير لحد اكس لارج. لو انتي مليانه قوي هتقولي لي ازاي البس لبس الجيم ده اصلا بيبقى ضيق ومحدد وانا عندي تنايات في كل جسم؟ هقول لك ببساطه، في قطعه اللي هي كاش مايو، او قطعه بتبقى عامله زي الشبكه كده. البسي يا ماما لبس الجيم عادي جدا، بيبقوا في الجيم والله قد كده، بس بيبقى عارفه تظبط جسمها. والبسي عليه قطعه الشبكه دي، اديتي له احساس ان انتي الست الفيت بت، الست اللي هي يعني جسمها مشدود، وفي نفس الوقت يعني هيبقى شكلك برضو فيها حته اللي انا هحكي لك عليها. ايه اللي انتوا مش فاهمينه بقى في لبس الجيم؟ اولا البراهات بتبقى نازله، بتبقى خامات تحفه. الحركه الكروس اللي من ورا دي انا عايزه اقول لكم بيبقى شكلها واو. انا شفت ستات في الجيم اللي جسمها تخين، واللي عندها كلاكيع، واللي ما عندهاش كلاكيع، كلهم بلبس الجيم، لان الخامات اللي بتبقى معمول منها الجيم بتبقى بتشد الجسم قوي. هو ده بقى النقطه اللي انا عايزه اقولها لك. انت حتى لو عندك شويه كلاكيع وشويه مش عارفه ايه، لبس الجيم ده اصلا بيبقى عباره عن كورسيه كبير، يعني كانك لابسه كورساج بس لكل الجسم، تمام؟ انت بقى بتقومي لابسه القطعه دي مثلا على سبيل المثال، من ورا بقى بتبقى فظيعه الكروس الفظيع ده طبعا. اوكي يا سلام بقى لو حطيتي تاتو ولا حاجه، بس ده لو انت لابساه بس على بنطلون جسمك بقى يعني فظيع قوي، وممكن تلبسيه على بنطلون. البنطلونات بتبقى معموله بحيث، بصي انا عايزه اوريكي بس بنطلونات الجيم معمول ازاي. بصي الرسمه دي، شايفين الرسمه دي يا بنات؟ يعني سوري يعني نفس رسمه المؤخره، تمام؟ وبيبقوا عاملين من هنا الوان فاتحه والوان غامقه، بحيث ايه؟ الايه ان انت بقى متقسمه ومن ورا مشدود وبابلز وكل حاجه، وبيبقوا عاملين الاستك عريض بيشد البطن، تمام؟ ف 90% البنات، 90% اي بنت لابسه اللبس ده بتبقى شكلها واو صدقيني. لو انت شويه جزء عندك ده فيه مشكله، يعني مرهره سنه او بطنك في بطن عاليه، ممكن تعملي حركه صايعه جدا انك تجيبي شورت برده بيشد الجسم، تلبسيه تحت البنطلون في الحته دي، بحيث ان انت عفوا تجيبي اللي هو الحز بتاع الشورت تقسمي بيه المنطقه اللي هي البطن السفلى، وبعدين تقومي لابسه ده كده، فيبقى شويه يعني زي ما بتقولي لابسه قطعتين، يعني شورت بدا يعني شورت اندر وير، فاهمين اقصد ايه؟ مش اندر وير عادي كلاسيكي، لانه بيبقى شكله مش ظريف جدا خالص، يعني ده ما ينفعش عليه كلاسيكي، ده ينفع يا اما جي سترينج يا اما شورت، عشان من ورا تدي الشكل اللي هو البابلي ده، اللي هو يعني اصلا لو فتحت شي ان انت هتشوف البنات اللي لابسين الطقم ده بيبقوا عاملين ازاي. والمفاجاه بقى اللي انا اصلا انا كنت متردده ان انا اجيب الحاجات دي، انا شايفه ان انا برده اضخم من ان انا البس الستايل ده، صح؟ المفاجاه بقى ايه اللي شجعني؟ لما فتحت الريفيوز بتاعت الاطقم الجيم، شفت بقى بنات اشكال والوان واحجام ما شاء الله، الاجانب بيتصوروا براحتهم، ف يعني كل البنات ستات حتى اللي قد كده شكلها حلو في لبس الجيم. فما تحرميش جوزك، الرجاله بتتهبل حرفيا على الستات اللي لابسه لبس جيم. هتقولي طب انا هلبسه في البيت هعمل بيه ايه؟ هقول لك حبيبتي عادي اطبخي بيه. لبس الجيم ده معمول عشان الست تعرق فيه اصلا، فحضرتك وانت بتطبخي مش بتعرقي؟ اعرقي فيه وبعد كده بخشي خدي شاور، بس تبقي تعرقي كده بشكلك امور. طبعا ايه؟ اعملي بوني تيل اللي هو ده الحصان، تمام؟ حطي بارفان بقى، سبلاش، ديودرنت، كانك رايحه تلعبي في الجيم بس بتلعبي جيم في البيت، اوكي؟ حضرتك بقى طول ما انت لابساه عايزاكي تقعدي توطي، تعملي حاجه، تجيبي حاجه من الارض، يعني ايه؟ عايزاكي توريه ان انت عملتي شد بطن، يعني انا عايزاكي تحسسيه ان انت رحتي اتنحتي عملتي نحت برازيلي، اوكي؟ بالطقم ده، تمام؟ وطبعا بصي ما اروع هذه القطعه، بتبقى كده زي جاكيت، وتحطي بقى صباعك هنا يعني روشه، يا سلام بقى لو قاعده ولابسه شراب صغير كده بتشربي قهوه بقى في المج، فاهمه؟ وحضنه الكنبه اللي هو مخده من الكنبه، يعني انا قد ايه رقيقه، فاهمه؟ الشكل ده الرجاله بتحلم بيه، بينام ويصحى يتفرج عليه في الانستجرام مره، ولو مره او مرتين في شهر العسل، عشان بعد كده لما تقفشيه تعرفي تقولي له ايه؟ مش انا عملت لك الحاجات دي يا خاين؟ اهو بصي صراحة السوستة بتقفليه، تمام؟ ويمكن تروحي الجيم يا حبيبتي، مش انتي يعني ممكن بعد ما شهر العسل يخلص تكتشفي ان انتي محتاجة تروحي جيم، فهيبقى كويس ان اللبس موجود. ده مثلا اللون الرمادي ده حلو بصراحة، ده بقى بصراحة فاقع شوية. الطقم التاني ده اللي انا جبته، انا جبت تلات اطقم، هوريكم كمان التالت فظيع بس شورت، يعني هما التلاتة زي بعض، اتنين جواكت وواحد شورت وتي شورت نص كم. الجميل بقى حاجه كمان هتتبسطي قوي بالطقم ده ليه؟ لان انت في شهر العسل مثلا
كان لبس بقى محجبات، وانتي خارجه الشورت ده البنطلون ده عايزه اقول لك بيلم الجسم لما ما تتخيليهاش، وبيلم المؤخره وبيلم البطن، فممكن تلبسيه تحت فستان، تلبسيه تحت تونيك طويل قوي اللي هم الحاجات الواسعه القطن في الهانيمون، وتقعدي بقى تجري على البحر معاه، فاهماني؟ يعني انت تبقي لابسه اللبس الرياضي تحت اللبس وعليه حاجه طويله واسعه كده، بحيث ان انت تبقي حاسه ان انت يعني الست الفت وفي نفس الوقت محتشمه، فاهماني؟ فتبقي خدتي الايه، روحي البيت بقى حبيبتي اقلعي الايه اللبس واقعدي له بقى بلبس الجيم بس، تمام. الجاكيت فظيع قصير كده، ويا سلام بقى لو انت بقى ايه اعملي حلق في بطنك قبل الجواز، يعني اعملي حاجات اللي هي انت لا هتشوفيها بعدين ولا اي حاجه. حطي يا ستي، بلاش تعملي حلقه في بطنك عشان اللي بيخافوا، حطي فيه ستراس كده في البطن لو هو جايباه كروبت يعني قصير من هنا، ولو عندك لسه يعني منطقه البطن ممكن تبان. لو زي ما قلت لك في اشكال، مجرد هتفتحي في اشكال بتبقى يا القطعه دي كامله شويه، تمام، يا تجيبي نفس الطقم ده ضيق بس جيبي عليه اللي هي الشبكه. والله بشوف الستات في الجيم بكل الاحجام، التخينه والرفيعه والقصيره، لان انا الجيم اللي انا فيه يعتبر الناس هنا سبور قوي، فجيم النساء بس، يعني في ستات لابسه براحتها. فعلا كل الستات في لبس الجيم حلو، الخامه بتاعت لبس الجيم بتشد جسمك جدا، فالراجل يعني بيشوف حاجه ما بيشوفهاش في العادي ومش هيشوفها بعدين. فلاني بعد كده الستات هتقولي لا انا استحي البس اللبس ده قدام ولادي قدام مش عارفه ايه، استغلي يعني. انا شايفه ان اول سنه دي انت بتعملي له عرض ازياء في الذات في لبس البيت، لانكم لحالكم مفيش حد شايفكم، فالبسي الحاجات الضيقه الحاجات القصيره، وكمان جسمك مساعدك، لان بعد كده في بنات بتندم، بتبقى هي داخله من الاول بجامة بكم مرسوم عليها تويتي، يعني مش ممكن. فانت من الاول البسي حاجات ضيقه حاجات قصيره حاجات حلوه، يا ستي سوفت براو شورت هوت شورت، الحاجات الجميله دي عشان بعد شويه لما تضطري مثلا تلبسي حاجات اطول مش عارفه ايه حاجات عليها حاجات، وده ان شاء الله هنعمله حلقات جايه، تبقي شويه يعني وريتي حاجات كتير، تمام. وبكده تبقى حلقتنا خلصت. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اكتر قطعه عجبتكم، وانا هحط لكم الروابط. انا اسفه مش كل الصور قدرت احطها، لان في طبعا قطقم يعني شويه يعني ضيقه، هو المفروض ما فيش رجاله تتفرج علينا، حسبي الله لو في رجاله بتتفرج بدون داعي يعني، وما فيش اي داعي بصراحه. وما تنسيش تشتركي في القناه ونفعل زر الجرس وتعملي لايك للفيديو ده، وهنتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم في التعليقات، واشوفكم على خير.